بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في كل مكان. انطلاقة موفقة أيضا مع أشواطنا المنطلقة وأيضا التحديات المستمرة هنا على أرضية هذا الميدان. نسير بكم مع المركز الأول وصايف سعيد بن مسعود المالكي المنطلق نحو المركز الأول. المركز الثاني هناك سلهودة أيضا استمام بن سالم الوهيبي مع المركز الثاني. ما في المركز الثالث القدوم والتقدم أيضا هناك من الشاهنية حمودة بن محمد الوهيبي على ثالث المراكز. رابع المراكز غزلان علي بن سلطان المعاضيد على أيضا رابع المراكز. وخامس المراكز التقدم أيضا هناك والوصول من جلمودة سعيد بن علي المالكي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة في هذه الأشواط وفي هذا الشوط. والنداءين للخمسة أعود إلى المركز الأول إلى الصدارة مع وصايف اللي انطلقت هناك نحو المركز الأول بشعار سعيد بن مسعود المالكي مع صدارة الشوط. المركز الثاني الله 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 الشاهنية أيضا من ينطلق هناك مع الشاهنية من يتواجد حمود بن محمد الوهيبي بقيادة أيضا هناك الشاهنية المنطلقة نحو صدارة هذا الشوط. الله الله على هذا التنافس. المركز الثالث غزلان علي بن سلطان المعاضيد. أعود إلى المهندس، أعود إلى المهندس، بدأ يتكتك ويخطط والعصا في الأبطان. لكن وصايف القادمة وصايف سعيد بن مسعود المالكي المركز الثالث أيضا المعاضيد الثنائي نحو الناموس نحو الانتصار. وصايف وصايف تهانينا والناموس لمالكي وصايف سعيد بن مسعود المالكي على انتزاع هذا الشوط. المركز الثاني الشهرية أيضا حمود بن محمد الوهيب المركز الثالث. أيضا هناك من كانت بشعار علي سلطان المعاضيد مع غزلان. توقيتنا الزمني دقيقتين واربع أيضا هو التوقيت الزمني لهذا الشوط. تهانينا والناموس.